منتابع بجولتنا من اوتيل ريجنسي بالاس الى اوتيل لرويال مع النجم الشاب نادر الاتاتي اللي قدم اجمل اغنيته لمناسبه عيد العشاق. لقاء معه تحدث فيه عن جديده الاغنيه اللي اطلقها مؤخرا يا مهره، ومتى موعد تصويره، ومن هو المخرج اللي حيوقع. كل الاجابات مع نادر بهاللقاء. من حفلات عيد العشاق اكيد اللي عم تتابعوها خلال نشطنا ورصدنا فيها اكثر من مكان، حفل خاص مع النجم الشاب نادر الاتات اللي كل الصبايا وكل السيدات والشباب كمان بحبوه، لانه لما بيطلع على المسرح هيك بيجيب معه البهجه والفرح، بيغني حلو، بيخلي العالم ترقص، بياخذنا للرومانسيه، بياخذنا لكثير امور نحن بنحبها وحبيناها بنادر الاتات. خلينا رحفين ونقول له اهلا وسهلا فيك نادر. هلا فيك عماد حبيب قلبي، ثانك يو على الحكي الحلو اول شيء. وفعلا انا بس اطلع ستيج بحس حالي طالع عليك على حبيب قلبي يعني، وجود العالم بحفلة كمان عيد الحب بيكون مليانة حب، كمان بتشبه هيدا العيد الحفلة، فالأجواء كانت رائعة فعلا، وانبسطت كتير بتفاعل العالم والحمد لله. دائما كل حفلة حلوة ناجحة بتترك ذكرى حلوة، مناسبة عيد العشاق شو تركت ذكرى براسك؟ هو يوم حب يعني، هي عيد العشاء يعني. انا من بعد اول يوم بالسنه الحبيه حطيت شيء على تويتر انه اليوم نحن اول يوم بالسنه الحبيه الجديده، فالله يزيد المحبه بالقلوب وتصفى النوايا اكثر، ولازم نجدد حبنا لبعض، فما في اجمل من المحبه، واحد يحب الناس، ولانه وهي هيدي السهره بالذات كنت قد ما انا من جوا فعلا طلعت بصفة من جوا، قدرت اخلق هيدي الحاله الحلوه اللي شافتها العالم فيي. فبدي احيي كمان الشخص يلي هو راعي هيدا الحفل اللي هو خيي وتوأم روحي علي. تفضل استاذ علي الأتيت، تفضل توأم روحك الى جنبك، لانه انا بدي بارك له، هيدا اول حفل رسمي له وكان ناجح يعني، انحكى فيه بالبلد من كل الحفلات اللي كانت، فالف مبروك. نفس الشخص انا مبروك علي حبيبي عماد، الله يبارك فيك. الحمد لله كانت حفله كثير حلوه. نادر شادت في مجروحه، كان معنا الفنان ناجي القسطه اللي هو انا كثير بحبه، ابن بيت وبيغني حلو وشاب حلو وكل شيء، والرائع وائل جسار ابن ضيعتنا اللي فات على مصر وعلى العالم العربي كله، بوجه له تحيه كثير كبيره على الاخلاق وعلى التواضع وعلى كل شيء، وناجي نفس الشيء. وهذا الزلمه انا بوعدكم بس كلمه واحده وحفل من الكاميرا، ما بعرف احكي كثير، انه قريبا جدا نجم عربي على صعيد كثير كبير باذن الله. اوكي حبيبي انت عماد. شو جديدنا؟ بدنا كليب، عرفنا شيء في تحضير مع أستاذ سعيد المروق، في أغنية سمعناها لهشام بولس حلوة، شو يعني كيف شايف هلا مخططاتك بال 2015 بدكم؟ الأغنية يا مهرة هي الأغنية اللي نزلت على الإذاعات اللبنانية والعربية. أغنية يا مهرة هي من كلمات الشاعر منير أبو عساف وألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو. وحيتم مثل ما قلت تصويرا الله راد مع المخرج سعيد المروق قريبا جدا ان شاء الله، وحتنزل اول شيء اكيد على عربيكا. وهيدا الاغنيه بتحاكي قصه هيك بالدويه من الزمن الجميل، يعني انا شخصيا بحبها كثير، والاصداء الاوليه لها ما صار لها 5 ايام نازله، الاصداء الاوليه ايجابيه جدا. حفلات شو مبرمج عنا؟ عندي تور اوروبا الله راد بابريل، وحفله عيد الام حتكون كبيره حتعرفوا فيها ان شاء الله. يعني قريبا جدا حفله عيد الام وحفله عندي تور لاوروبا بابريل. موفا وشكرا لك حبيبي. ثانك يو عماد حبيبي، ميرسي عربيكا.